السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. ربنا يا رب ما يقطعلنا عاده ولا يحرمني منكم ولا يحرمكم مني، وخير من هذا بيه الكلام الصلاه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده باذن الله يا جماعه هنعمل لكم تجميعه مجمعه لاعلى المواقع اللي عملنا منها اثباتات سحب في شهر 2 اللي فات دوت يا جماعه. المواقع ديت يا جماعه ولا بتحتاج منك ايداع ولا بتعمل اي عمليات نصب، ومنها بقى هيبقى مواقع استطلاعات على مواقع مهمات على مواقع اوفرز، مواقع كده يا جماعه منتشره ومشهوره جدا، واحنا شرحناها في القناه تفصيليا وشرحين ليها المهمات بتاعتها. ولكن لازم تبقى يا جماعه حاطط في الصوره ان انت المهمات ديت او المواقع ديت مش هتقدر ان انت تكسب منها مبالغ ضخمه اول ما تخش فيها. المواقع بتاعه الاستطلاعات بالذات ليها طريقه معينه وليها طريقه تعامل معينه، احنا شرحناها في فيديو التريكات الخاص باستطلاعات الراي في القناه، فلازم تتفرج عليه عشان تبقى فاهم تتعامل ازاي مع مواقع الاستطلاعات اللي احنا هنوريها لك اثناء الفيديو واللي عاملين لك ليها اثباتات سحب. بالاضافه للمواقع الثانيه ليها شروط معينه لازم تبقى عارفها، فلازم تتفرج برضو على فيديوهات الشرح عشان تبقى فاهم الشروط ديت هي ايه. هل المواقع ديت هتقدر تحقق منها الارباح اللي انا بحققها؟ والله انت تقدر تحقق الارباح اللي انا بحققها عادي جدا، ولكن للاسف هتاخد وقت اطول حبه عبال ما تجمعها. طيب هل المواقع ديت بتحتاج منك اي احالات او ان انت الاحالات هي اللي بتخليك تكسب؟ الاجابه لا يا شباب، ولكن طبعا كل ما بتجيب احالات فانت بتستفاد من الموقع، يعني الاحالات دي طريقه للربح بتبقى في المواقع، فلما بتجيبها بتكسب منها، ولكنها ليست الطريقه الرئيسيه للربح، ودي اهم حاجه. دايما انا بشرح لكم المواقع اللي فيها الاحالات ما بتبقاش الطريقه الرئيسيه، دي مش مهمه، يعني بتبقى الحاجه الجانبيه في الموضوع. فطالما الاحالات الحاجه الجانبيه في الموضوع فده يبقى حاجه مهمه جدا، وده الموقع بيبقى لكل الناس. ولكن الموقع اللي بيبقى معتمد على الاحالات فقط لا غير دوت بيبقى موقع للناس الكبيره او الناس الانفلونسرز اللي عندهم متابعين زيي وزي مثلا اليوتيوبرز التانيين وزي الناس اللي عندهم مدونات وتقدر ان هي تجيب ناس للمواقع. ولكن لا، انا عندي في القناه الحمد لله والفضل لله بشرح لكم المواقع اللي تقدر تشتغل عليها بجد وتحقق ارباح، على عكس بقى الناس التانيه اللي بتخليك تشتغل في اي هبل وخلاص وهم بيكسبوا منك وانت ما بتكسبش اي حاجه. اتمنى تكون الفكره وصلتك وفهمت انا بعمل ايه معاك. عشان بس بتيجي ناس تقول لي انت ربحك من الاحالات، يا عمي انا بكسب من الاحالات اه، ولكنها ليست الربح الاساسي. دي النقطه اللي حابب اوضحها لك واوصلها لك. انا عمري ما جيت وقلت لك مثلا انا ما بكسبش من الاحالات خالص، ده انا حتى يا جماعه ابقى كذاب قدام نفسي يعني، وانا كده كده معودك على الصدق في القناه. لما بخرج في حاجه او بخرج بقيم موقع بقيمه بما يرضي الله. يا اخي ده انا حتى الفيديوهات الاعلانيه بقول لك عليها فيديوهات اعلانيه، بالله عليك جيب لي قناه في اليوتيوب بتقول لك كده. يلا كل واحد بقى يتحاسب على نيته، ومنكم لله الناس اللي مش صافيه ولا نيتها سالكه، عشان احنا بنعاملكم بما يرضي الله وفي ناس ثانيه بتعاملنا بما لا يرضي الله. مش هطول عليكم الفيديو يا جماعه، اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش اللايك المتين بتاعكم والسبسكرايب، ويلا بينا نخش في الفيديو على طول. طيب يا شباب، كلنا فاكرين موقع كيو كومنت اللي انتوا شايفينه دوت، والحمد لله احنا عاملين فيديو عنه من 4 اسابيع بالظبط. الموقع حرفيا مشروح بطريقه ما حدش في اليوتيوب كله شرحها بالطريقه اللي احنا شارحينها دي. النهارده بقى احنا جايين نعمل لكم منه اثبات سحب يا جماعه. طبعا الناس اللي اتفرجت على الفيديو الشرح عارفه ان اقل حد للسحب هو 400 روبل، احنا دلوقتي جمعنا 890 روبل هو يا شباب، وبحمد الله وبجداره اقدر اقول ان موقع كيو كومنت افضل من موقع يو ان يو في المهمات حاليا من حيث السعر ومن حيث عدد المهمات، لان المهمات في موقع يو ان يو للاسف عددها ثابت، فبالتالي بتخلص بسرعه، فبالتالي الناس ما بتلحقش تشتغل عليها كتير. اما موقع كيو كومنت فالمهمات عليه عددها كبير جدا، فكل الناس بتخش تلاقي المهمات كتيره وموجوده بدون اي صعوبه وبدون اي تعب. او زي ما انت شايف سعر المهمات هنا برضو احسن من موقع يو ان يو بكتير. هتلاقي مثلا مهمه السبسكرايب بتاعت التليجرام بواحد ونص روبل وباتنين روبل، بدل ما هي بواحد وربع روبل في يو ان يو. هل معنى ذلك ان يو ان يو وحش؟ لا بالعكس تماما، موقع يو ان يو واحد من احسن المواقع اللي موجوده في المجال ده. ولكن لقينا الأحسن موجود دلوقتي قدامنا، فهل احنا هنسيبه؟ أكيد الإجابة لا يعني.
قلنا نعمل معاكم برضو مهمة كده تسخين يا شباب عشان تشوفوا ان الدنيا سهلة وبسيطة. دي مهمة تليجرام، هي خدنا فيها 2 روبل بكل بساطة. وانا حاليا عندي 30 مهمة في المراجعة يا شباب بقيمة 37 روبل و12 سنت من الروبل يا شباب. حرفيا اسعار المهمات هنا رائعة. مش دوت اللي انا جاي اكلمكم عليه النهارده، انا كده كده شرحت الموقع كاملا، لازم تتفرج عليه الاول وبعد كده تيجي تكمل معايا الفيديو دوت. انا النهارده جاي اعمل لكم اثبات سحب يا جماعة، هنيجي هنا على النقط ديت وندوس على كلمة فاينانس من هنا. طبعا احنا في فيديو الشرح ربطنا طريقة الدفع بتاعتنا اللي هي اليو اس دي تي تي ار سي 20. فبكل ببساطة هبدأ ان انا اكتب الكمية اللي معايا اللي هي 890 روبل كده يا شباب، واختار طريقة الدفع اللي هي اليو اس دي تي تي ار سي 20. هتلاقيه هنا بيقول لك ان انت الحد الاقصى اللي تقدر ان انت تسحبه هو 887، لان انت لازم تبقى عامل حسابك وسايب في الاكونت 3.67 من الروبل دول ككوميشن او كعمولة. فانا كل اللي عليا ان انا هكتب له المبلغ اللي هو ظاهره لي هنا اللي هو 887 روبل، فهكتبه له هنا بالظبط زي ما هو كاتب لي كده يا شباب. هتلاقيه بيقول لك ان انت اللي هيوصلك صافي وكامل هو 8 دولار و47 سنت. كلام جميل يا جماعه. خلي بالكم من نقطه العموله اللي انا قلت لكم عليها ديت، لان ناس كتير بتفكر ان الموقع نصاب او مش هيرضى ان هو يخليهم يسحبوا بسبب الموضوع بتاع العموله ده، ولكن هم الناس ديت مش فاهمه تتعامل ازاي مع الموقع. فزي ما انت ما شايف اهو، هبدا ان انا ادوس على كلمه ويزدرو من هنا يا شباب. هتلاقيه عمل لي ويزدرو للفوند وقال لي تمام، ويزدرو ذا ار بروسيسد ويزن 5 دايز، يعني الاثبات بتاع السحب دوت او السحب دوت هيوصلني في خلال 5 ايام عمل باذن الله. لو جينا على فاينانس كده تاني يا شباب، هتلاقي ان هو يا جماعه الاثبات بتاع السحب بتاعنا مكتوب تحت يا شباب بعمله اليو اس دي تي تي ار سي 20 وكاتب لك اويتنج بروسيسنج. احنا عاملين الاثبات دوت بتاريخ 16/2/2024 اهو يا جماعه الساعه 2:10 دقايق مساء. برضو ملحوظه مهمه قبل ما يوصل لنا السحب، هو بقول لكم ان احنا احتمال يوصل لنا 7 دولار و47 سنت. ليه؟ لان في 1 دولار عموله بيتخصم على العمله بتاعه اليو اس دي تي في عمليه التحويلات، فبالتالي احنا هنشوف هل هيوصل لنا 8 دولار و47 سنت كاملين ولا 7 دولار و47 سنت. تقول لي طب ال 3.5 روبل اللي احنا سبناهم دول يا يحيى بتوع ايه؟ دول كوميشن، اللي هي الكوميشن بتاعت ال 0.3 ديت في المية يا شباب. ولكن زي ما انت شايف هو هنا بيقول لك ان المفروض هيتخصم كمان 1 دولار دول العموله بتاعت التحويل. فاحنا هنشوف الكلام دوت هيتخصم ولا الفلوس هتوصلنا كامله ولا ايه اللي هيحصل. اديني بعمل لكم التجربه لايف قدامكم. محدش راضي يديني اللايك. ما تديني لايك يا اخي. طيب يا شباب، رجعنا لكم تاني بعد مرور يوم واحد اهو 17/2 الساعه 52 دقيقه بالظبط يا شباب. لو جينا ودخلنا على الفاينانس من هنا، هتلاقي ان العمليه بتاعتنا وصلت ومكتوب بروسيس ده، والمفروض ان احنا وصل لنا 8 دولار و47 سنت او 7 دولار و47 سنت. هنشوف دلوقتي مع بعضينا. والمفاجاه الكبرى كانت ان احنا لما فتحنا باينانس يا معلم لقينا ان احنا اتبعت لنا كامل مكمل 8 دولار و47 سنت زي ما مكتوب في الموقع بالظبط بتاريخ 17/2/2024 قدامكم اهو. لو جينا رجعنا تاني كده، بس حابب ان انا اوضح حاجه، ان القيمه اللي بتتكتب لك هنا في كلمه صم ديت يا شباب ده معناه القيمه اللي هتوصلك، ولازم توصلك كامله مكمله بدون اي اقتطاعات. تقول لي طب يا يحيى انت مش كنت بتقول في اقتطاعات والواحد دولار والكلام دوت؟ اقول لك هو بالفعل عمل اقتطاعات للكميه ديت يا شباب، لان احنا لو جينا حولنا الروبل لليو اس دي تي اللي هو الدولار هتلاقي ان قيمته ب 9 دولار و47 سنت، فبالتالي هو بالفعل وصل لنا 8 دولار و47 سنت، فبالتالي هو كده خصم الواحد دولار والعموله اللي هي 0.3% ديت يا شباب، فبالتالي القيمه اللي هي بتاعت الخصم اللي هنا ديت هو بالفعل خصم. فدايما كن عارف ان السعر اللي هيظهر لك في الخانه تحت هنا عند كلمه صم ديت ده السعر النهائي اللي المفروض يوصلك على المحفظه. وبكده نكون عملنا لكم اثبات سحب من موقع كيو كومنت. على فكره كيو كومنت دلوقتي احسن من يو ان يو، احسن من سبرو اوت. انا حرفيا في خلال 5 دقائق او 10 دقائق بكون عامل حوالي 100 روبل من الموقع يا شباب، وبدون اي صعوبه خالص، والمهمات اللي عليه سهله جدا واي حد يفهمها لو اتفرج على فيديو الشرح بتاعي. لا لا يا باولو يا باولو، بصوا يا جماعه بس قبل ما نبدا في اي حاجه، في صفر كبير اهو في الباي بال. انا معيش ولا جنيه على الاكونت بتاع البي بال بتاعي ولا على الصفحه بتاعت البي بال بتاعتي. فالنهارده هو 24/1/2024 هنسحب معاكم 83 دولار لايف، وهتشوفوا الفلوس هتوصل امتى بالتواريخ وكل حاجه. اول موقع هنسحب منه هو موقع واي سنس. زي ما انتم شايفين موقع واي سنس حصل فيه بعض التحديثات، الموقع اضاف فيه حاجه اسمها الفيتشرد اوفرز، وانا كنت شرحت لكم الموقع من الالف للياء. زي ما قلت لكم في اول فيديو انا هسيب لكم كل المواقع برابطها بشروحاتها في وصف الفيديو تحت. ودي مش اول مره نسحب من موقع واي سنس، احنا ساحبين منه قبل كده كتير، ومنزل لكم الاثباتات ومنزلين كل حاجه على القناه. لو انت عايز تتفرج على الاثباتات دي تخش على قائمه التشغيل من هنا وانزل على اثباتات سحب المواقع الصفر، اللي هي قائمه التشغيل اللي تحت قدامكم ديت يا شباب. يا اما تخش وتتفرج على شروحات موقع واي سنس كامله، فيها برضو جميع الشروحات الخاصه بالموقع باثباتات. طيب تعال نخش دلوقتي على الشرح على طول عشان ما اطولش عليكم. بكل بساطه بتيجي عشان تسحب بتدوس على كلمه كاش اوت من هنا، وبتبدا تختار طريقه السحب. انا ممكن اسحب على البايونير، ولكن انا مش حابب ان انا اسحب على البايونير يا شباب، لان البايونير
مليونير بيتضاف عليه رسوم 2 دولار، وطبعا انا مش حابب ان انا يتخصم مني 2 دولار او من المبلغ بتاع 2 دولار، فبحول للباي بال، ومن الباي بال بيتحول لي تلقائي على البايونير، لان انتوا زي ما انتوا عارفين يا معلم ان دلوقتي او حاليا الباي بال ما بيسحبش اي فلوس على الفيزا المصريه، ومفيش فيز مصريه تقدر ان انت تربطها بالباي بال اصلا. فاحنا رابطين الباي بال بالبايونير عن طريق الشرح اللي احنا قلناه لكم يا جماعه. لو انت حابب توصل للشرح ده وتخش على قوائم التشغيل وخش على شروحات بنك البايونير كامله، هتلاقي طريقه ربط البايونير بالباي بال بدون اي عناء او تعب. ايا يكن انا هسحب من الواي سنس يا جماعه مبلغ وقدره 60 دولار، انا معايا 66 اهو او داخلين على 67، ولكني هسحب النهارده باذن الله 60 دولار فقط لا غير، عشان بس الناس كانت بتتريق عليا لما نزلت لكم الشرح الخاص بواي سنس. فزي ما انتم شايفين موقع بدون اي ايداعات وبدون اي نصب خالص بتقدر تحقق منه مبالغ كويسه جدا. فهخش على الباي بال يو اس دي دولار من هنا يا جماعه، واختار المبلغ اللي هو 50 دولار الاول، وبعد كده هقوم اختار المبلغ اللي هو 10 دولار بحيث ان انا اكون سحبت 60 دولار النهارده. هكتب الباسورد هنا يا معلم وادوس على كلمه جيت ريوردد من هنا يا شباب، هتلاقيه حمل معايا بيقول لي انت حابب ان انت تسحب قسيمه بقيمه 50 دولار والفلوس هتوصلك على الاكونت اللي انت رابطه بالمحفظه بتاعت واي سنس. هقول له تمام كونفيرم من هنا يا معلم، هتلاقيه قال لي اكسبتد او العمليه ضن وتمام التمام، اهو بيقول لي كونجراتيوليشن فور يور ريدمشن. فالفلوس هتوصلني بحد اقصى يا جماعه 5 ايام، وهي اصلا زي ما احنا عارفين لو انت عملت الخطوات اللي احنا قلناها في فيديو الشرح الفلوس مش هتكمل معاك يوم او يومين وتوصلك. تعالوا نعمل نفس الخطوات تاني برضو في ال 10 دولار التانيين. زي ما انت شايف انا اصبح معايا دلوقتي 16 دولار اهو، هبدا ان انا اخش على الباي بال مره تانيه وابدا ان انا اختار 10 دولار وابدا ان اكتب الباسورد، وهدوس على كلمه جيت ريوردد من هنا هيحمل معايا برضو، هدوس على كلمه كونفيرم يا معلم. اصبح دلوقتي انا طالب اهو قدامكم سحبتين، السحبه الاولانيه بقيمه 50 دولار والسحبه الثانيه بقيمه 10 دولار. فبالتالي انا من واي سنس دوت لازم يوصلني كام؟ هيوصلني 60 دولار صافي على المحفظه بتاعه الباي بال. تاني موقع هنسحب منه النهارده هو موقع سيرفي طبعا المشهور، هنسحب منه 20 دولار يا جماعه زي ما انتم شايفين. خلي بالكم يا جماعه موقع سيرفي جت فتره وقفل الاستطلاعات تماما وقفل الملف الشخصي، الناس ما بقتش تقدر ان هي تملى الملف الشخصي. في الفتره الحاليه بدا ان هو يفتحها تاني، وزي ما انت شايف خلى الناس كلها اللي ملت ملفاتها الشخصيه تقدر ان هي تخش وتعملها تاني او تملاها من جديد وتعمل التحديثات بتاعتها. فبالتالي الناس اللي ما ملتش الملف الشخصي او لو اللي اتفتح لها الملف الشخصي ان هي تملاه مره تانيه تبدا ان هي تخش وتملاه، لان دوت هيجيب لها استطلاعات اكتر وهيزود من نسبه الاستطلاعات اللي بتجيلها وهتقلل من نسبه الاستطلاعات اللي لما بتخشها بتبدا ان هي تخرج منها من غير ما تكمل الاستطلاع. فكل اللي عليا دلوقتي عشان اسحب زي ما احنا عارفين هي نفس طريقه السحب. هخش على الجوائز من هنا، هتلاقي يا معلم طرق السحب اللي موجوده في الموقع، والباي بال اهو عشان اسحب عليه هسحب بقيمه 20 دولار، وانا معايا في الحساب اهو 20 دولار يا جماعه و25 سنت. لو نزلنا تحت هنا هتلاقي ان احنا سحبنا من الموقع دوت كتير جدا فوق تقريبا ال 15 مره، يعني عد كده السحوبات او عد كل السحوبات اللي احنا ساحبينها ديت يا جماعه هتلاقيها حوالي 15 مره او اكتر من 15 مره كمان، لان هنا في سحوبات مش ظاهره كمان. فحابب ان انا اقول لك ان موقع سيرفي موقع ممتاز جدا جدا، وهما الاثنين سيرفي واي سنس بينافسوا بعض يا جماعه على المرتبه الاولى بتاعه الربح من الاستطلاعات. والحقيقه انا شخصيا بميل لموقع سيرفي، بحسه ان هو كده في سلاسه في الربح او سلاسه في ان انت تكمل الاستطلاع عليه. على كل حال هبدا ان انا ادوس على كلمه اكتشف الجائزه من هنا، هبدا ان انا احط له ايميل الباي بال الخاص بيا يا جماعه. خلي بالك لو انت مش رابط ايميل الباي بال هنا في السيرفي هو ايميل الباي بال اللي انت مسجل بيه في الباي بال ده ما فيهوش اي مشاكل خالص، ان انت ممكن هنا تشيل الايميل عادي وتحط ايميل الباي بال اللي انت مسجل بيه في الباي بال عادي. اما في موقع واي سنس لازم الايميل اللي انت مسجل بيه في واي سنس يكون هو نفس الايميل بتاع الباي بال، عشان لما تسحب يسحب عليه مباشره، لان انت مش هتقدر تغير لما تربط الباي بال بتاعك. فاتمنى تكون النقطه ديت انتوا ظابطينها وعارفينها، وانا قلتها برده في فيديوهات الشرح. بعد كده هدوس على كلمه اوافق من هنا يا معلم، وادوس على كلمه المطالبه بالجائزه، هتلاقيه قام خاصم مني الفلوس يا معلم، وفي خلال اسبوع باذن الله الفلوس بتوصلني. طبعا بما اننا ساحبين اكتر من مره من الموقع زي ما انتم شايفين، فالفلوس هتوصلني مباشره يا جماعه وبدون تاخير، واتوقع باذن الله ان فلوس الواي سنس وفلوس السيرفي هتوصلني في نفس اليوم اللي هي 24/1 يا اما بالكتير قوي 25/1. خلي بالك برده زي ما انت شايف سيرفي ضاف ميزه كويسه جدا، ان انت ممكن تلغي الاوردر بتاعك عن طريق السله الحمراء ديت، دي ما كانتش بتضاف قبل كده. قبل كده انت كنت اول ما بتطلب الاوردر على طول مباشره الاوردر بيتم يا جماعه وبيتنفذ وما بتقدرش ان انت تلغيه. دلوقتي اصبح بكل بساطه تقدر ان انت تدوس على علامه السله ديت وتلغي الاوردر بتاعك والفلوس ترجع للرصيد الخاص بيك مره ثانيه. فالموقع بتاع سيرفي حصل فيه تحديثات بسيطه وكويسه ودينا قلناها لكم اثناء الفيديو. اخيرا وليس اخيرا الموقع الممتاز جدا تي جي ام برده، واللي تقدر ان انت تكسب منه من جهه الاحالات بصوره كويسه، خصوصا في الاحالات الخاصه بالاستطلاعات، على الرغم من ان هو ما بيدكش فلوس او نقاط على الربح من الاستطلاعات، ولكنه بيديك نسبه كويسه
كويسه من الناس اللي بتكسب من الاستطلاعات. فزي ما انت شايف قدامك دي قائمه الاحالات اهو يا جماعه الخاصه بيا واللي انا والناس اللي انا كسبت منها بوينتات. البوينت الواحد بيعادل 1 دولار، فزي ما انت شايف ده واحد انا كسبت منه 2 دولار و30 سنت، ده واحد انا كسبت منه دولار و75 سنت. الناس ديت انا بكسب منها يا جماعه 20% من الربح الخاص بيها. طبعا انا ما باخدش من الناس ديت حاجه، الموقع بيديني جوائز على ان انا جبت الناس ديت. فموقع تي جي ام بيديك نسبه كويسه على الارباح اللي بتحققها الناس، يعني انا عشان اكسب فلوس واقدر ان انا اسحبها من الموقع بتاع تي جي ام لازم اجيب ناس تكسب فلوس، فالناس ديت لو ما كسبتش فلوس انا مش هكسب فلوس. فلك ان تتخيل ان انا كسبان من الناس ديت مبالغ كويسه، وده دليل ان الناس اللي هي دخلت من خلالي ودخلت الموقع اشتغلت وحققت ارباح. انا مش بقول لك الكلام دوت عشان اضايقك او اغيظك، لا انا بقول لك الكلام دوت عشان اقول لك ان في ربح وفي ناس فعلا بتحقق ربح في الخفاء انت ما تعرفش عنهم حاجه. ايا يكن يا شباب هبدا ان انا اسحب دلوقتي 3 بوينتات، الثلاث بوينتات دول بيعادلوا 3 دولار، فلازم طبعا نفس الايميل اللي انت مسجل بيه في تي جي ام يكون هو نفس الايميل بتاع البي بال بتاعك، بحيث ان الفلوس هناك بتتحول مباشره. نفس الموضوع برده هو اللي في واي سيل، فبالتالي هنا الايميل اللي انت مسجل بيه لو ما كانش نفس الايميل بتاع البي بال فالفلوس هتروح عليك، فخلي بالك. هبدا ان انا ادوس على كلمه ريديم من هنا يا معلم، هيبدا ان هو يقول لي انت متاكد ان انت حابب ان انت ترسل الفلوس ديت؟ هقول له تمام اوكي، فهتلاقيه بيقول لي هنا بيمنت ريكويست هاز بين سند سكسسفولي والدنيا تمام تمام. هدوس اوكي من هنا يا معلم، هننزل تحت هتلاقي مكتوب هنا ريكويست از بيندنج بتاريخ 24/1/2024. اصبح دلوقتي احنا منتظرين اثباتات السحب من 3 مواقع، وموقع واي سنس منتظرين منه اثبات سحب بقيمه 60 دولار، موقع سيرفي يا جماعه منتظرين منه اثبات سحب بقيمه 20 دولار، موقع تي جي ام منتظرين منه اثبات سحب بقيمه 3 دولار. هنشوف دلوقتي انهي موقع من الثلاثه دول يا جماعه هيوصل فيه السحب الاول. فحاليا الحمد لله احنا الناس بتتسابق عشان تبعت لنا فلوس. يا ريتني كنت انا يا اخي والله العظيم. فانت عملك الجاد هو اللي هيوصلك للفرصه اللي احنا فيها ديت يا جماعه. طول ما انت قاعد ومانتخ وبتتفرج بس ما بتشتغلش، فمش هتلاقي غير ان انت بتفضل تتامر كده وما فيش اي تقدم هيحصل في حياتك. زي ما انت شايف اهو لسه الرصيد لغايه دلوقتي زيرو، والساعه دلوقتي 4 عصرا يا جماعه بتاريخ 24/1/2024. هنشوف اول سحب هيوصل لنا من ايه باذن الله. ومن شر حاسد اذا حسد. طيب يا شباب، اول موقع بعت لنا فلوس هو كان موقع تي جي ام، بعت لنا 3 دولار يا جماعه زي ما انتم شايفين، بيقول لي بيمنت سند اهو. لو دخلت على البي بال هتلاقي ان اصبح الرصيد معانا من صفر بقى 3 دولار اهو قدام، وادي الفلوس واصله كامله بدون اي خصومات. طيب الكلام دوت حصل امتى؟ حصل بتاريخ 25/1. هو كاتب لك في الموقع 24/1 يعني وصل في نفس اليوم، ولكنه لا ما وصلش في نفس اليوم يا معلم، هو وصل يوم 25/1 بس وصل الساعه 8 الصبح، وعشان فرق التوقيتات فكاتب لك السحب ان هو وصل 24/1 ولكنه وصل 25/1 بعد مرور يوم يا شباب بالظبط. طيب يا شباب، وبعد مرور السحب الخاص بتي جي ام بخمس ساعات بالظبط وفي نفس اليوم اللي هو 25/1 وصل لنا السحب بتاع سيرفي يا جماعه، يعني برده بعد مرور يوم واحد زي ما توقعنا. طبعا انا بسجل الساعه 12 بالليل يا جماعه او الساعه 1 الفجر يعتبر، ولو جينا برده على الايميل اللي اتبعت لنا من البي بال هو زي ما انتم شايفين يا جماعه كل التفاصيل بتاعت العمليه ان وصلنا 20 دولار من موقع سيرفي، ولو دخلنا على البي بال بتاعنا هتلاقيه زاد 18 دولار و82 سنت اللي هم ال 20 دولار بتوع موقع سيرفي. طبعا ال 20 دولار من موقع سيرفي ما بيوصلوش كاملين، بيتخصم منهم رسوم، فاللي بيوصل صافي هو 18 دولار و82 سنت زي ما انتم شايفين. وحاليا احنا منتظرين فقط لا غير السحب الخاص بواي سنس اللي هم ال 60 دولار عباره عن 50 في 10، والمفروض ان هم هيوصلوا كاملين بدون اي نقص او بدون اي عموله. طيب يا شباب، ويوم 27/1/2024 وصلت الدفعه بتاعت واي سنس او الفلوس بتاعت واي سنس، وزي ما انتم شايفين يا شباب اهو السحب ابو 50 دولار والسحب ابو 10 دولار يا جماعه، والفلوس واصله بدون خصم اي رسوم اهو زي ما انتم شايفين. ولو دخلنا على الايميل اللي احنا مسجلين بيه في الموقع ودخلنا على التفاصيل بتاعت العمليه هتلاقي ان هو بيقول لك ان وصل لك فلوس من واي سنس اهو بالكود المرجعي وبكل حاجه بقيمه 10 دولار، والسحبه الثانيه هي يا جماعه بقيمه 50 دولار، وقريب جدا هنسحب سحبه كمان يا جماعه بقيمه 10 دولار من الموقع. فحرفيا لو الحاجات ديت ما تشجعكش ان انت تشتغل على واي سنس فانت فايتك كتير جدا. فبالتالي الاثبات الوحيد اللي اتاخر حبه هو واي سنس، اتاخر 3 ايام لان احنا كنا طالبين يوم 24 والفلوس وصلت يوم 27، فهو مش تاخير ولا اي حاجه لان هو قايل لك بحد اقصى من اسبوع لاسبوعين عشان يوصلك السحب اصلا. اهو يا شباب شرح موقع ايرنوت هنسيبه لكم في وصف الفيديو تحت عشان تتفرجوا عليه، لازم تتفرج عليه قبل ما تيجي وتكمل معايا الفيديو بتاع اثبات السحب النار. زي ما انت شايف يا معلم انا الرصيد اللي معايا هو 2 دولار و81 سنت، اي نعم هو مبلغ مش كبير ولكن ال 2 دولار و81 سنت دول انا حصل
حصلت عليهم في خلال نص ساعة شغل. كان من اوفر بسيط جدا لعبة بازل من زي لعبة البازل اللي قدامكم ديت، بس للأسف لعبة البازل ديت انا جيت اجربها لقيتها للايفون فقط لا غير. اما اللعبة التانية كانت لعبة غير ديت، وكانت لعبة بقيمة $1.5. وكان في لعبة تانية برضو خلصناها كانت $0.5 يا شباب. طبعا كله هيقول لي انت كذاب والكلام دوت مش حقيقي، وانت الربح دوت ربح احالات زي ما قلنا في اول الفيديو. حمرا. طيب تعال نخش كده على الاحالات ونشوف انا كسبت كام من الاحالات. هتلاقي ان انا كسبت 32 سنت فقط من الاحالات. طيب انا جبت كام احاله للموقع؟ انا جبت 812 احاله للموقع فقط لا غير. انا عايزك بقى تحط نفسك كده مكاني وتقول هل دوت ربح احاله ولا مش ربح احاله. انت ايه رايك؟ انا هسيب الحكم للناس الكويسه اللي بتفهم في الكومنتات. طيب انا معايا دلوقتي رصيد كام؟ معايا رصيد $2.81، نقص منهم ال 32 سنت يا معلم، يعني انا كسبان اهو زي ما انت ما شايف $2.49 من العروض او من الاوفرز يا شباب. طيب ايه الدليل التاني اللي يثبت لك ان انا عملت اوفرز واشتغلت في الموقع؟ لو دخلنا على البروفايل من هنا هتلاقي ان انا في ليفل 4، او سوري انا داخل لليفل 4، انا حاليا في ليفل 3 اهو، يعني انا عملت عرضين زي ما قلت لكم، وكل تفاصيل الاكونت ظاهره قدامكم يا شباب، وما سحبتش ولا مره من الموقع السحوبات زيرو، يعني ده اول اثبات سحب يا معلم انا هسحبه معاكم. فانا مش هطول عليكم واشرح لكم اكتر من كده. حابب تصدق ان دوت ربح صافي لينا من الاوفرز؟ صدق. مش حابب ان انت تصدق، ان شاء الله مع انك صدقت، لان انا بصراحه انا مش عارف اعرض لك اثباتات ايه اكتر من كده. انا شفت يوتيوبرز كتير وقليل، ما شفتش ولا واحد بيعرض لكم اللي انا بعرضه لكم دوت. على كل حال تعالى نيجي على كلمه كاش اوت من هنا يا معلم. زي ما انت ما شايف الحد الادنى للسحب في التي ار اكس او الترون هو $2.25. طبعا كل طريقه دفع من دول زي ما انت شايف بيبقى ليها الحد الادنى ليها، يعني عندك الباي بال مثلا الحد الادنى ليه هو $1، بس للاسف انا مش هسحب على الباي بال لان في مشاكل كتير على الباي بال في مصر في موضوع ربط الفيز، ومفيش فيز دلوقتي بتدعمه والكلام دوت. فانا واحد من الناس هسحب على الترون، ولكن حابب اوريك ان البيتكوين الحد الادنى ليه هو $21.49. اللايت كوين يا معلم هو $3.40 تقدر ان انت تسحب من خلاله. فاقل حد ادنى للسحب دلوقتي وموجود قدامي هو التي ار اكس او الترون. فبكل بساطه بتبدا ان انت يا معلم تحط هنا الادرس اللي هتسحب عليه يا معلم. انا هسحب على باينانس زي ما انتم شايفين، وبتكتب له هنا كميه الكوينات اللي هتسحبها. طيب حابب ان انت تعرف الرصيد بتاعك بالكوينات دوت بيساوي كام؟ هتبدا ان انت تدوس على العلامه ديت، هيظهر لك الرصيد بالكوينات، هتكتب له الكميه اللي معاك اللي هي 2805. هتلاقيه تحت هنا بيقول لك في النقطه بتاعت ريسيف ديت ان انت هتستقبل 23 ترون بوينت 92 يا جماعه سنت من الترون، والرسوم اللي هتتخصم منك هي 11 سنت فقط لا غير حق رسوم الشبكه. هبدا ان انا ادوس على كلمه وذرو من هنا يا معلم، هيبدا ان هو يقول لك تو وذرو يو ماست فيل ذيس فيلد، فبيقول لي ان انت لازم تملى بقيه البيانات بتاعتك في البروفايل. فهخش على السيتنج من هنا واملى البيانات. بعد ما بتملى البيانات، وعلى فكره يا شباب عادي لو مليتوا البيانات فيك، يعني مش شرط البيانات اللي هنا تبقى صحيحه، ومش محتاج ان انت تملى اي بيانات صحيحه ليه، املى اي بيانات فيك عادي جدا. وبعدها انزل ودوس على كلمه سيف من هنا يا معلم، هيبدا ان هو يقول لك بروفايل ابديتد سكسسفولي. هتيجي تاني على الكاش اوت ونعمل نفس الخطوات يا معلم، وبعدها هتدوس على كلمه وذرو من هنا، هتلاقيه بيقول لي وذرو والسكسس اهو قدامكم. تعالوا نخش دلوقتي على البروفايل تاني ونشوف الاوردر بتاع السحب اتحط ولا لا. هدوس على كلمه وذرو من هنا، هتلاقي كاتب لي الاوردر بتاعي والتاريخ بتاعه اللي هو 31/1/2024، والستيتس هي اون كونفيرميشن، يعني حاليا العمليه بتاعتي في البندنج للمراجعه. السحب في الموقع بياخد مدته من اول دقيقه لغايه 3 ايام، يعني انت بعد مرور 3 ايام لو السحب ما وصلكش، او لو الفلوس اللي كانت مكتوبه ما وصلتلكش، بتبدا ان انت تتواصل مع الدعم عن طريق العلامه بتاعت التليفون ديت، وبتدوس على كلمه مسجز من هنا، وتدوس على كلمه سند اس ا مسج وتتكلم معاهم لايف. انا شخصيا اتكلمت مع الدعم قبل كده، وبصراحه كان محترم جدا جدا في التواصل والتعامل، والدعم ما خدش غير 5 دقائق ورد عليا، ولو ما ردش في خلال ال5 دقائق انت كده كده بتخرج من الاكونت بتاعك في الموقع عادي جدا، والرساله بتفضل موجوده. اول ما تخش على الاكونت بتاعك هتلاقيها موجوده برد الدعم وكل حاجه. فالدعم بصراحه من افضل الحاجات اللي موجوده في الموقع هنا. هننتظر باذن الله وصول السحب ونرجع لكم تاني. طيب يا شباب، بعد ما دخلنا نمنا وصحينا، الساعه دلوقتي اهو 9:30 مساء بتاريخ 31/1/2024 يا شباب. لو دخلنا على كلمه كاش اوت من هنا، او سوري لو دخلنا على البروفايل من هنا يا شباب ودخلنا على الوذدرولز، هتلاقي ان بيقول لي العمليه سكسس اهي، والفلوس اتبعتت بنفس التاريخ وفي نفس الوقت بالظبط يا جماعه وفي نفس اليوم. فتحنا معاكم محفظه باينانس اهو يا شباب، زي ما انتم شايفين وصل لنا 22 ترون بوينت 53 من الترون، زي المبلغ اللي كان مكتوب في الموقع بالظبط. ولو دخلنا
كنا هتشوفوا فلوس العمليه او تفاصيل العمليه اهي بنفس التاريخ وبالوقت كمان اللي اتبعتت فيه الفلوس. الفلوس اتبعتت الساعه 10:56 دقيقه صباح، احنا كنا طالبين السحب الساعه 7 صباح، فتقريبا السحب خد 3 ساعات بالظبط. فالموقع صادق اهو ومفيش احالات ولا في اي عمليه نصب ولا اي حاجه. صحيح قبل ما نقفل الفيديو، عشان انا عارف ان في ناس هتعلق على الموضوع دوت، لو جينا على خانه الاستاتكس من هنا هتلاقي الكومبليتد اوفرز زيرو دوت يا شباب، بيعرض لكم الاوفرز اللي انت عملتها في اخر 30 يوم واللي خلصت. ولكن الاستاتكس اللي هنا ما بتبقاش مظبوطه للاسف، يعني موضوع ان انا عامل زيرو اوفر دوت مش حقيقي، هو المفروض هنا يكتب لي 2 اوفر. فانت عادي انت ممكن ان انت تعمل الاوفر وتحسب لك فلوس وتاخدها وتسحبها زي ما انا ما حصل معايا كده، وتلاقي هنا برده في الكومبليتد اوفر زيرو. بكل بساطه بتبدا ان انت تتواصل مع الدعم يا معلم وتحل المشكله معايا في موضوع الاوفرز ديت، وتقدم له اسماء الاوفرز اللي انت عملتها، وبيبدا ان هو يضيف لك الكومبليتد اوفرز هنا يا شباب في خانه الاستات، عشان بس اي حد بيشكك فينا في القناه ياخد على عينه. على يوجع يؤلم، يوجع يؤلم، يوجع لا يؤلم، يوجع يؤلم، يوجع يؤلم، يوجع. والله انت بقى، انا اقول لك يؤلم ويوجع. اول اثبات سحب معانا هيبقى من الموقع المتميز يو ان يو يا شباب. باكد تاني ان شروحات جميع المواقع اللي هنقولها اثناء الفيديو النهارده موجوده في وصف الفيديو تحت، او لو انت جيت على القناه كده ودخلت على قوائم التشغيل هتلاقي كل المواقع ديت ليها قائمه تشغيل خاصه بيها، زي مثلا موقع يو ان يو ليه شروحات الموقع اهو كامله بالمهمات بتاعته. وعشان ما اخدش من وقتكم كتير، تعالوا نخش على اثباتات السحب على طول. الموقع بتاع يو ان يو النهارده هنسحب منه 3 مرات، مش هنسحب منه مره واحده. وزي ما انتم شايفين احنا معانا في الاكونت بتاعنا اهو 7751 50 روبل. موقع يو ان يو عمره ما هيحظر حد بدون سبب يا شباب، فلو حد جاله حظر فده بسبب 3 حاجات، يا اما البلد اللي هو فيها ما بيدعمهاش الموقع، على سبيل المثال سوريا، تقريبا سوريا ما بيدعمهاش الموقع، فبالتالي اي اكونت بتيجي تنشئه عليه بيحظره اصلا على طول. تاني حاجه ان انت بترسل اثباتات غلط او بتعمل مهمات بصوره غلط، فبالتالي هتاخد بلوك. تالت حاجه ان انت تكون فاتح اكتر من اكونت على الموقع، الموقع ما بيدعمش غير اكونت واحد فقط لا غير، او تكون فاتح في بي ان او ان انت بتستخدم في بي ان في عمل المهمات او في ان انت تشتغل على الموقع. دي الحالات اللي انت هتاخد فيها بان من الموقع وهتتحظر، غير كده الموقع عمره ما هيحظرك بدون سبب. تعالوا دلوقتي نسحب اول مره اللي هي السحبه الاولى يا جماعه من موقع يو ان يو، فهندوس على كلمه فاينانس من هنا، وبنبدا ان احنا يا معلم ندوس على كلمه ويزدرو، ونكون فاتحين طبعا اكونت البير بتاعنا. زي ما انتم شايفين يا شباب الاكونت فيه 20386 من الروبل. انا طبعا بحب اسحب على البير زي ما انتم عارفين، فهختار البير من هنا وابدا ان انا اكتب الكميه اللي معايا، او اقصى كميه اقدر اسحبها يوميا هي 500 روبل. وبما ان الاكونت بتاعي يا جماعه في الليفل الهاي، فانا اقصى كميه اقدر ان انا اسحبها يوميا هي 2000 روبل. ليه؟ لان انا هقدر ان انا اسحب 500 كل 6 ساعات، ف 500 كل 6 ساعات معناها ان انا اقدر اسحب 4 مرات في اليوم بدون اي مشاكل. اما في ادفانسد فانت هتقدر ان انت تسحب يا معلم 500 كل 12 ساعه، اما الليفل بيس فانت هتقدر ان انت تسحب 500 كل 24 ساعه، يعني 500 في اليوم الواحد. والليفلات طبعا احنا شرحينها وكل حاجه عن الموقع شرحينها في فيديو الشرح. هبدا ان انا احط المحفظه بتاعتي هنا يا معلم وادوس على كلمه باي اوت، الفلوس بتوصل فوريا لان انا في ليفل هاي او في ليفل عالي يا جماعه. فلو دوسنا على فاينانس بيج من هنا هتلاقي ان العمليه ان بروجريس. لو جيت دخلت على البير اهو يا جماعه، هبدا ان انا اعمل معاكم ريفرش، هتلاقوا ان رصيد زاد مباشره. ولو دخلت على الهيستوري يا معلم هتلاقي ان انا زاد معايا 410 روبل، بالاضافه ان بيتبعت لك رساله بالاوردر وبوصول السحب على طول عن طريق التليجرام اللي احنا رابطينه بالموقع بتاع يو ان يو. احنا بنعمل عمليات السحب ديت بتاريخ 30/1/2024 يا جماعه الساعه 7:30 صباحا اهو، صلينا الفجر وبنعمل لكم الاثباتات كده. باذن الله اثناء الفيديو هنسحب مرتين تاني من موقع يو ان يو، واصبح الرصيد معانا دلوقتي 7251. تاني موقع هنسحب منه النهارده هو موقع سوق بابليك العالمي، ويعتبر سوق بابليك احسن موقع روسي يا جماعه للربح من المهام المصغره، حاجه كده زي سبرو اوت الروس. هو الموقع التوب والاول فوق كل المواقع للربح من المهام المصغره يا جماعه، والمهمات اللي فيه كتيره جدا لا تعد ولا تحصى، حرفيا اي مهمه في اي موقع روسي هتلاقيها موجوده في سوق بابليك وبزياده كمان. واكتر موقع موجود فيه عدد مهمات هو موقع سوق بابليك، واشهر موقع هو موقع سوق بابليك، يندرج بعديه موقع يو ان يو وافيسو وغيرها من المواقع الروسيه. هنيجي نسحب منه زي ما انتم شايفين 436 روبل. هبدا ان انا اكتب الكميه اللي معايا يا شباب 463 او 36 سوري، فبيقول لي ان هيوصلك صافي 400.37 وهيتخصم 36 روبل دوت رسوم السحب طبعا. هبدا ان انا ادوس على كلمه اوردر بيمنت من هنا يا شباب اهو، زي ما انتم شايفين اهو قال لي سكسس والعمليه تمت يا جماعه بنجاح. ولو نزلنا تحت هتلاقي اهي الرصيد معايا والفلوس، وكاتب لي بيد
جنبها. لو جينا دخلنا على البيير، ادي الفلوس بتاعتنا في البيير قبل ما اعمل ريفرش. يا شباب الفلوس زي ما انتم عارفين في سوق بابليك بتوصل فوريا زيها زي يو ان يو. بنفس الوقت والتاريخ اهو هبدا ان انا اعمل ريفرش معاكم، الفلوس هتزيد وهيصبح معانا 21196 من الروبل. لو جيت على الهيستوري من هنا هتلاقوا يا معلم اهو ال 400 او ال 400 روبل اللي كانوا مكتوبين في الموقع وصلونا بنجاح بدون اي رسوم زياده. حابب بس اقول لك ان ولا موقع من المواقع اللي احنا بنشرحها ديت يا جماعه هيوصلك فيها السحب مباشره لو دي اول سحبه ليك. يعني انت زي ما انت شايف دي تقريبا السحبه العشرميه لينا في الموقع، فاحنا ساحبين كتير جدا قبل كده. الصفرة احلى مسا عليك يا الصفرة يا اللي شغلة بالك بيه. فعشان كده خلاص الاكونت بتاعي بالنسبة للموقع بقى اكونت ثقة. وزيد على كده انت كل ما بتشتغل اكتر بتعلى في الليفل، فلما بتعلى بالليفل الاكونت بتاعك بياخد ثقة اكتر وبتاخد مميزات اكتر. يا جماعة زي ما انتم شايفين انا في موقع سوق بابليك جراند ماستر، فده ليفل عالي جدا يعتبر اعلى ليفل في الموقع. الليفل ده بتجيبه ازاي؟ بتجيبه عن طريق انت تشتغل مهمات كتير. كل ما بتزيد في عدد المهمات اللي انت بتشتغلها كل ما بتكسب فلوس اكتر وبتكسب بوينتات اكتر وبتعلى في الليفل. وبرضو الاحالات بتساهم في الموضوع ده يا جماعه، كل ما بتجيب برضو ناس اكتر بتزيد في الليفلات وبتزيد في البوينتات وبتزيد في الثقه بتاعه الاكونت بتاعك. فانت عندك الطريقين، الطريق الاولاني ان هو تشتغل كويس على الموقع وتعلى في الليفل، والطريق الثاني ان انت تشتغل عن طريق الاحالات برضو زي ما احنا شرحنا في فيديوهات الشرح. ولكن الربح الاساسي في الموقع بتاع سوق بابليك هو عن طريق التاسكات يا جماعه مش الاحالات. الاحالات جرب بنفسك وشوف، وجيب حتى 500 واحد للموقع مش هتقدر ان انت تكسب منه مبلغ كويس، او مش هتقدر ان انت تسحب المبالغ الدوريه احنا بنسحبها ديت الا لو اشتغلت على الموقع. الموقع الثالث اللي هنسحب منه النهارده هو موقع افيسو العالمي يا جماعه، هنسحب منه 750 روبل زي ما احنا عارفين وزي ما بنسحب كل فيديو. كل اللي عليك يا معلم ان انت بتختار محفظه البير من هنا عشان احنا ربطناها طبعا زي ما شفتوا في فيديوهات الشرح، وبتسحب السحبه المتينه بتاعتك بيقول لك ان هيوصلك 705 روبل وكسور. ادي الرصيد بتاعي قبل ما اطلب السحبه اهو يا جماعه، وبنفس التاريخ وبنفس الوقت وبدون قطع في الفيديو. وزي ما احنا عارفين افيسو بيوصل فيه السحب فوري يا شباب. اديني طلبت السحبه اهو قدامكم، هيقول لي سكسس وكده، قال لي سكسس والدنيا تمام. هرجع تاني على البير، هعمل ريفرش يا معلم المتين بتاعي، هتلاقي ان الفلوس زادت زي ما انت ما شفت كده. هدوس على الهيستوري من هنا يا معلم، هتلاقي ان الفلوس اللي كان كاتبها لي في الموقع هي اللي وصلتني بالظبط. الموقع الرابع اللي هنسحب منه النهارده هو دبليو ام ار فاست، ودبليو ام ار فاست واحد من المواقع المميزه برده والكويسه واللي بقى لها فتره موجوده في المجال، ولكنها تعتبر اقل من موقع يو ان يو، اقل من موقع افيسو، اقل من موقع سوق بابليك. فهي بتاخد المرتبه اللي بعد المواقع المهمه والكبيره زي كيو كومنت والمواقع ديت يا شباب. بس في الفترة الأخيرة لاحظت إن عدد التاسكات اللي موجودة في الموقع بدأت إن هي تزيد حبة، فده معناه إن الموقع بدأ يعلى في الرانك حبة. عشان ما تقولش عليكم تعالوا نسحب من الموقع على طول يا شباب، هبدأ إن أنا أدوس على كلمة مين أكونت من هنا. الكمية هتلاقيها مكتوبة لك أهي يا شباب، هتبدأ إن أنت تدوس وزدرو من هنا، هيبدأ إن هو يحمل يا معلم ويسحب الفلوس مباشرة على الأكونت بتاعك. زي ما أنت شايف كده خلاص العملية وصلت يا جماعة والفلوس اتدفعت. لو دخلت على البير أهو هتلاقيني موجود في الخانة بتاعة الهيستوري، هبدأ إن أنا أعمل معاكم ريفرش، هتلاقي يا معلم الفلوس وصلاني أهي بدون أي مشاكل خالص. ولو دخلت على البالانس هتلاقي ان الفلوس بتاعتي زادت. من احد المواقع الكويسه برده يا جماعه واللي تعتبر افضل من موقع دبليو ام ار فاست حبه، لان هي في الفتره الاخيره بدات تنتشر جامد جدا، هو موقع سيرف كليك. بس الصادق، لان في موقع سيرف كليك برده بنفس الاسم دوت نصاب، فانا بسيب لك اللينكات بتاعت المواقع تحت عشان ما تخشش في موقع يخمك وفي الاخر يتنصب عليك. مس الموقع دوت ان الحد الادنى فيه هو 2 روبل، يعني انت من ابسط مهمه تقدر ان انت تسحب فلوسك على طول. زي ما انت شايف انا معايا 38 روبل بوينت 43، هبدا ان انا احط المبلغ اللي هسحبه هنا يا معلم واكتب الباسورد يا شباب اللي احنا كنا عاملينه للسحب. اترجم الصفحه كده يا معلم، وبعدها هدوس على كلمه وزدرو من هنا يا معلم، هتلاقيه بدا ان هو يسحب ويقول لك سكسس زي ما انت ما شفت. ولو دخلنا على البير هتلاقي الرصيد معانا اهو يا جماعه. قبل ما اعمل ريفرش هبدا ان انا اعمل ريفرش للصفحه معانا كده، هتلاقي ان الفلوس زادت زي ما انت ما شفت. ولو دخلت على الهيستوري من هنا يا معلم هتلاقي ان انا وصلني 45 روبل بوينت 52. فبالتالي كده الفلوس وصلتنا بنجاح يا شباب، واتخصم عموله بسيطه جدا اللي هي 6%. وبكده يا شباب يبقى فاضل بس الاثباتين التانيين اللي احنا هنسحبهم من موقع يو ان يو، ونكون خلصنا الاثباتات بتاعت السحب النهارده. بعض الناس بتيجي تقول لك ده الروبل يا عم سعره بسيط، الروبل مش عارف بيعادل سنت، الروبل بيعادل سنت ونص، مش عارف ايه، ويقعدوا يهروا في كلام كده فاضي. عايز اقول لك يا معلم ان الربح بتاع الروبل اللي انت شايفه قدامك دوت من مواقع الروبلات بتاعتنا اللي احنا بنشرحها معانا يعتبر 22000 روبل. ال 22000 روبل دول لو جينا ضربناهم في 1 سنت او 1 سنت ونص هتلاقيهم بيساوي 330 دولار. يعني انا اقدر احول الروبلات اللي معايا ديت ل 330 دولار، وده مبلغ مش قليل يا شباب. فانت الروبل ممكن يكون سعره قليل، ولكن المواقع اللي احنا بنقدمها لك بتديك
بتديك سعر كويس من الروبل مقابل التاسكات اللي انت بتعملها، على عكس مواقع تانية بتديك اسعار زي الزفت تخليك فعلا تبقى كاره الربح من الانترنت وكاره الموقع اللي انت بتشتغل عليه. فده الفرق بين ان انت تشتغل على موقع بيقدر الشغل اللي انت بتعمله وبيديك حقك مقابل اللي انت بتعمله، وفرق تاني بين ان موقع تاني بيبقى عايز ان هو يشغلك ببلاش. ده اللي احنا بقى بنقدمه لك في القناه، بنفرق لك بين الموقع دوت والموقع دوت، وبنخليك تشتغل على المواقع اللي تحقق لك ربح بجد، عشان بس الناس المتخلفه التانيه اللي كل هدفها ان هي تشكك او ان هي تذم او ان هي تشتم او ان هي تغلط من قبل ما تجرب اصلا اي حاجه او ان هي تفكر تاخد خطوه. وفي انتوا جايبين هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ دوت هو الرد المناسب عليهم، الاثباتات والحقائق يا جماعه بدون نفي اي حاجه. اتمنى تكون الفكره وصلت، وهسيبكم دلوقتي مع بقيه الاثباتات. طيب تعالوا نعمل السحب الثالث والاخير، وبكده يبقى احنا خلصنا الفيديو بتاع النهارده. ادينا هنخش على فاينانس اهو، هندوس على كلمه وزدرو من هنا يا شباب، هندوس على كلمه باير من هنا، هنختار برضو ال500 اللي احنا هنسحبهم، وبكده يكون سحبنا من موقع يو ان يو 1500 روبل. وزي ما انتم شايفين لو دخلنا على الباير المبلغ هو من اخر مره سحبنا 22389. هبدا ان انا ادوس على كلمه باي اوت من هنا برضو، هتلاقيه حمل التحميل الجميل بتاعنا ويقول لنا في خلال 3 ايام هيوصلنا الفلوس. هندوس على فاينانس بيج من هنا، هتلاقي الفلوس ان بروجريس اهو يا شباب. لو رحنا على الباير هنبدا ان احنا نعمل ريفرش للماتيريال بتاعنا، لان الفلوس زادت واتبعت لنا برضو رساله على التليجرام. ولو دخلنا على الهيستوري هتلاقي ال 410 روبل اهو يا شباب. فعد معايا كده، ادي واحد ادي اتنين ادي تلاته يا معلم، وبكده يكون وصل لنا التلات سحوبات بتوع اليو ان يو وغيرها من اثباتات الموقع اللي احنا سحبناه. وبكده نكون خلصنا الحلقه بتاعت النهارده، اتمنى فعلا تكونوا استفدتوا ولو استفاده بسيطه من الفيديو اللي احنا قدمناه لكم. الحمد لله احنا ما فيش حد بيقدم الشروحات اللي احنا بنقدمها ديت في اي قناه ثانيه، ودوت ما هو الا فضل ونعمه من الله عز وجل. احنا ملناش في انفسنا اي شيء يا جماعه. قل ربي زدني علما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.